إلى أخبار نادي الزمالك مع الأستاذ الزميل علي شحاتة. علي، سلام عليكم. مساء الفل يا استاذ ناصر. إزيك يا علوة؟ الحمد لله زي الفل. ازي حضرتك؟ ماذا لديك اليوم يا علوة؟ لا اليوم مليان يا استاذ ناصر والله. مليان يعني. مفيش أي حاجة بيضة، كل اليوم أسود زي كل يوم يعني؟ لا ده المشكلة يا استاذ عبد الناصر إنه الحاجات القديمة بتظهر بس بيظهر الجانب الوحش منها بس. تفضل يا علوة، لك الكلمة ومعك الميكروفون. النهارده كلنا صحينا طبعا انه اللاعب علي واللاعب محمد نصر اشتكوا نادي الزمالك واتحاد الكرة الزم نادي الزمالك بسداد 550 الف جنيه لعلي فتحي و 835 جنيه لمحمد نصر. يعني اللعيبة دي يعني اتحاد الكرة خد قرار مش زي ما قال لنا محمد مهدي ان الاتحاد يعني مش هيعمل حاجة. ألزمهم بدفع المبالغ دي للعيبة. قول تاني من الأول بقى. هنقول من الأول إن اتحاد الكورة ألزم نادي الزمالك بدفع مستحقات كل من علي فتحي بمبلغ 550 ألف جنيه، وألزم نادي الزمالك بدفع مبلغ 835 ألف جنيه للاعب محمد نصر، لاعب الفريق السابقين. هناخدهم حالة حالة. علي فتحي جه لعب مع الزمالك أربع ماتشات بالعدد، لعب مع الزمالك أربع ماتشات وتم وأصيب، فضلت إصابته سنتين. مش الطريقة غير لائقة من نادي الزمالك. طالب بتسوية الأمور، محدش سمع له. اللاعب فسخ عقده وطالب بمستحقاته من اتحاد الكورة. لسه النهارده اتحاد الكورة بيلزم نادي الزمالك بدفع هذا المبلغ. نفس الأمر لمحمد ناصر، محمد ناصر لعب أكثر من ست شهور مع نادي الزمالك. وتم يعني وعير لأكثر من نادي، وحاليا هو بيلعب في الدوري المصري برضه في نادي البنك، في تقريبا نادي البنك الأهلي، وطلب وكانت في قضية. معايا استاذ عبد الناصر؟ سامعك. تم الفصل فيها النهارده من اتحاد الكوره، اتحاد الكوره قال لنادي الزمالك بألزمهم بدفع المبالغ دي قبل ما اللعيبه دي تفضل، يعني خلاص هم اشتكوا في اتحاد الكوره، والخطوه التاليه الشكوى في اتحاد الدوري لكره القدم. الشكوى لغير الله مذله. ونعم بالله. يعني كده 550 و835. تتكلم في 1000 مليون و400 الف جنيه. لا لو سمحت، مليون 485 الف، لكن دي فلوس ناس. صحيح. يعني ليت بختك يا فكريه. يعني ليت بختك. هنخش على الحاجه الثانيه اللي صحينا عليها من النوم النهارده. بنصحى من النوم على اخبار يعني ما يعلم بها الا ربنا في نادي الزمالك والله. النهارده الاتحاد السعودي لكره القدم او لجنه الاخلاق والانضباط، اسمها كده لجنه الاخلاق والانضباط، استدعت اللاعب حمدي النجاد. هو الموضوع ما يخصش نادي الزمالك قوي، بس الكلام كله على العقد ما بين نادي الزمالك ونادي اتحاد جده. مفيش اي عقود بين نادي الزمالك ونادي اتحاد جده. طبعا. العقد حصل ازاي؟ ان انا ماضي مع محمد النجاز وهفعل العقد بدايه الموسم الجديد، لان الزمالك محروم من القيد. تمام؟ فاللاعب راح لاتحاد جده وقال لهم بالتزام اخلاقي ان انا همضي معاكم سنه واحده بس، واخر الموسم ده هروح لنادي الزمالك اللي انا ماضي معاه عقد اصلا. رابطه الانديه في الدوري السعودي يعني قالت انه في تلاعب في الصفقه، قالت انه في تلاعب في الصفقه، فطلبوا اللاعب حمد النجاز للتحقيق معاه. لكن الصفقه فيها مشاكل، ربما الايام بكره او بعده هيكشفوا مشاكل كتير جدا في التفاوض ما بين اتحاد جده والزمالك. تمام. لانه هناك في قوانين صارمه في كل حاجه، التعاقدات فيها قوانين صارمه، القيد فيه قوانين صارمه ما ينفعش اصلا تتخطاها. هناك في لجنه اسمها لجنه الانضباط الاخلاق بتحقق في كل حاجه. فاهم فاهم. طيب والوضع ايه بقى؟ الوضع دلوقتي هو لما بكره هنعرف نتيجه التحقيقات مع حمدي النجاز، يعني هيشوف هل في شبهه في العقد نفسه ما بين المبرم ما بين حمدي النجاز واتحاد جده، او اصل البطاقه الدوليه راحت من تونس لاتحاد جده على طول ما جاتش نادي الزمالك. ففي تلاعب في الموضوع، فعايزين ان شاء الله بكره التحقيق هيوضح لنا كل حاجه. انا عايز اقول لحضرتك ان الخبر بس اللي عندنا من لجنه الاخلاق والانضباط استدعت حمدي النجاز للتحقيق. ده عرفناه من امبارح بالليل، وانت النهارده بشكرك انك انت اديتنا التفاصيل. يعني دلوقتي هم هيواجهوا حمد النقاز في التحقيق انك انت مرتبط مع الزمالك بعقد، ووصلنا تفاصيل التعاقد، ولولا ان الزمالك اغلق عليه القيد ما كنتش جيت لاهلي جده. صحيح صحيح.
مفيش عقد موجود بين اتحاد جده والزمالك. العقد معمول بين اتحاد جده واللاعب وبين الزمالك واللاعب، ولو ده تم سقوطه الزمالك ما اعلنش العقد ولو اداه لاتحاد الكوره علشان هو محروم من الخيط. لكن لو تم سقوط التعاقد دوت بين الزمالك واللاعب هتحصل مشكله كبيره جدا، تلاعب في العقودات واللوائح. يعني اصلا لجنه الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي ما بتسمحش للهزار، ما بتسمحش باي هزار. الاخ اللي بيقول لي انت ممنوع من دخول الزمالك، على فكره انا رحت 4 مرات، على فكره رحت 4 مرات على فكره. هو بيكلم حضرتك ولا بيكلم مين؟ لا بيكلمني انا، بيقول لي يعني بيقول لي انت محرم دخولك نادي الزمالك. واحد اهبل ابن هبل عادي مفيش مشكله، فانا بس برد عليه كده قبل الحظر، رحت الزمالك 4 مرات على فكره. وفيهم مره من كام يوم بظبط موضوع ما عب بقول لك عليه بعدين، بس يعني لا يروق لي التصوير في الانديه يعني. طب ما انا بروح الاهلي افطر واتغدى ساعات، ما فيش مره اتصورت من جوه النادي الاهلي، وبتتقابلني ناس وبتتصور معايا، لكن انا بطبيعتي لا يروق لي التصوير جوه الانديه يعني. لكن اللي الناس اللي بتتصور معايا تشرف. بس اوعى موضوع عدم دخول الزمالك اللي انت بتتكلم عنه ده ينسيك ان علي معلول حط الزغلول. لا ما حدش ناسي. اتفضل يا حلوه اللي بعده. النهارده الفريق رجع للتدريبات، الفريق كله شارك في المران ما عدا شيكابالا. شيكابالا كان بيعمل تدريبات بدنيه على هامش المران، يعني الفرقه كلها شاركت ما عدا شيكابالا. تمام. ليه ما حصلش اي جديد في التدريبات؟ زي ما قلت لحضرتك ان كارترون كان راجع من الامارات، ووكيله الجديد بكره هيكون في النادي بكره. ليه؟ ايه سبب تواجده؟ بيقول ان هو هيحضر الاجتماع اللي هيعمله كابتن حسين لبيب مع كارترون. طب ليه ايه المشكله اللي خلت شيكابالا ما شاركش؟ لا هو شيكابالا مش ما شاركش شارك بدري، لانه في عنده زي ارهاق، عنده حاجه زي كده. اصل هو من بدري شيكابالا ما بيشارك، يعني من اخر ماتش افريقي لعبه. عشان يرجع للمران يشارك في المران الجماعي لازم الاول يتم تحضيره بدنيا، لان شيكابالا ليه فتره مش بيشارك في الماتشات. يعني ماشي ما يعني مستني موضوع الايقاف يعرف اخره ايه يعني. هقول لحضرتك موضوع الايقاف، بمعلومه من اتحاد الكوره، انا كلمت حد مصدر مقرب اصلا من اللجنه، قرار الايقاف هيطلع ليله ماتش الاسماعيلي، يعني بعد ما يتم اعلان القائمه اصلا هيتم الاعلان عن ايقاف خلاص وقف العقوبه بتاعت شيكابالا، وانه من حقه يشارك من بعد مباراه الاسماعيلي. ماشي، بس بوقتها قول لي شكرا لان انا صاحب الانفراد في مصر، قلت سيكتفوا ب4 مباريات وسيلعب مع الزمالك بعد مباراه الاسماعيلي. صحيح. عشان بس هو لما يطلع القرار الرسمي تبقى فاكر كويس جدا، وقلت احتمال كل الناس فاكره وكل الناس عارفه مين اللي قال ايه في الاول، زي احنا اتكلمنا في موضوع بن شرقي، اول ناس زي احنا اول ناس برضو قلنا ان مرتضى منصور مش هيرجع النادي بعد مباراه القمه. الحمد لله احنا بننفرد بحاجات كتير وبتبينها الايام، مش مفيش حاجه ثانيه بتبينها. الناس لحد دلوقتي لسه بتتكلم في عقد بن شرقي، ولسه الحمد لله احنا بنسبق الناس باسابيع. وتحيه لكل الحمد لله. تحيه لكل اهالينا في غزه، وربنا سبحانه وتعالى دايما يكرمكم ويجعل كل الخير عندكم ان شاء الله، اهالي غزه الافاضل المرابطين في سبيل الله. طيب اللي بعده. امين يا رب. اللي بعده احنا انا كنت سامع حضرتك بتتكلم عن ملف الانتخابات، وكنت بتقول انه فعلا الاستاذ هاني العتال ليه تواجد في نادي الزمالك. انا عايز اقول لحضرتك انا عايز اجزم على المعلومه دي، هاني العتال لو نزل على اي منصب من اول الرئيس لحد امين صندوق عضو نائب الرئيس، اي منصب هينزل عليه هاني العتال هيكتسح، وانا هدخل معاك في التحدي قصاد اي حد يا استاذ عبد الناصر. ده كلام من جوه نادي الزمالك. انا عايز اقول لك الناس اصلا منتظره هاني العتال ياخد القرار، على اي منصب هيكون لي وجود قوي، اي منصب من اول الرئيس لحد العضو هاني العتال هينجح هيكتسح، ايا كان مين نازل قصاده. انا ما بسيبش نادي الزمالك وحضرتك عارف يا استاذ عبد الناصر، ده من خلال يعني بجس نبض الاعضاء. هاني العتال في منطقه في حته ثانيه خالص بالنسبه للاعضاء. حد بيسال بيقول لك اخبار احمد جلال ابراهيم، سبق وعلي اكد وانا معاه، لن تجدوا اي شخص من مجلس مرتضى منصور في الانتخابات القادمه. ولا احمد مرتضى منصور ولا احمد جلال ابراهيم ولا هاني زاده ولا مرتضى منصور ولا اي شخص كان موجود في مجلس مرتضى منصور هيترشح اصلا للانتخابات. يعني هو مش هيترشح ويسقط، لا ده مفيش فيهم واحد هينزل اصلا.
ماشي، بس احنا اي حد بيقول سؤال خاص بملف الزمالك بنقول لك على طول اكن تجاوب. اللي بعده تمام. ايوه احنا هنرجع برضو ملف التجديد. النهارده كان حصل اتصال بيني وبين حد من مجلس الاداره، من اللجنه المعينه يعني، قال لي ان شاء الله بامر الله هيتم التجديد الثلاث لعيبه عقب العوده من المنتخب وقبل ماتش الاسماعيلي. هيتم يعني تجديد كل العقود. مصطفى فتحي ابدا ترحيبه، طارق حامد ابدا ترحيبه، محمد ابو جبل ابدا ترحيبه. الثلاث لعيبه دول اقرب لعيبه للتجديد. وبرضو زي ما قلت لحضرتك للتفاصيل، بالتفاصيل اللي احنا قلنا عليها، مصطفى فتحي هيخش فيها اولى، محمد ابو جبل هيجدد ب 7 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 9 مليون جنيه في 3 سنين. طارق حامد هيجدد ب 17 مليون جنيه للثلاث سنين، يعني 17 مليون جنيه في 3 سنين. هو كان بياخد 15، طارق حامد هيجدد ب 17، وده اللعيب الوحيد الاستثناء الوحيد خارج الفئه الاولى. والارقام دي انا برضو هتحدى بيها اي حد لحد اعلان التعاقد. هو ما قاليش الارقام، عضو اللجنه ما قاليش الارقام، بس انا بقول لحضرتك ان هم جهزوا العقود للثلاث لعيبه دول، مصطفى فتحي، محمد ابو جبل، طارق حامد، وهيتم التجديد عقب العوده من منتخب مصر، من معسكر المنتخب المصري. تمام. جديد في موضوع رزاق سيسي، انه احتمال كبير جدا هيعلن الدكتور محمد اسامه، هيعلن، انا بقول لحضرتك يعني احتمال كبير انه هيعلن عن عمليه جراحيه خلال اليومين دول. لو ما حصلش يبقى رزاق سيسي هيدخل في عمليه التاهيل وهيسافر قطر يتجهز في اكاديميه سباير. تمام. هو قبل كده سافر مصطفى فتحي سباير وتعالج هناك. لانه اصلا مشكله رزاق سيسيه في صامونه الركبه، ودي منطقه خطره جدا للاعيب كره القدم اصلا. هو اللاعب يغرس، فلازم يتم الشفاء منها يعني بالمره، يعني ما ينفعش اصلا يرجع نص رجوع استاذ عبد الناصر، لازم يبقى راجع. صامونه الركبه دي ما فيهاش هزار يا بيل، هو اللاعب يغرس صاموله. ايوه هي اللي بتحرك الدنيا. ايوه. اللي بعده اللي بعده اخر حاجه احنا هنتكلم فيها، انا بكلم حضرتك في ملف العقوبات على نادي الزمالك. احنا كده خلصنا اللي هم اللعيبه اللي هو شيكابالا لازم يدفع خلال 30 يوم، ورفعوا يعني بكره المحامي الايطالي هيتقدم بطعن للمحكمه، يعني مش المحكمه الدوليه، في حاجه ثانيه اسمها المحكمه الفيدراليه اللي انا قلت لحضرتك عليها. بكره هيتم الطعن في المحكمه الفيدراليه بحيث يمدوا فترة العقوبة، يعني يمدوا مثلا ايه، يتكلموا شوية في المحاكم، يطولوا الموضوع، يلعبوا على وتر الزمن او وتر الوقت شوية بحيث يطولوا الموضوع مش أكتر، لكن العقوبة منفذة على نادي الزمالك. نقطة أخيرة برضو في ملف كهربا هيتم الرد على الشكوى اللي مقدمها نادي الزمالك او الاستئناف اللي مقدمه نادي الزمالك خلال 10 ايام اللي جايين دول. يعني احنا بنتكلم من اسبوع ل 10 ايام هيتم الرد على نادي الزمالك، سواء برفع عقوبه او بتثبيت العقوبه. لكن كهربا في أسوأ الظروف هيدفع 2 مليون دولار للزمالك، 32 مليون جنيه مصري. والحكم والتنفيذ امتى؟ هيكون في نص يناير. طيب كمان حد بيسالك قبل ما تسيبنا. يا سيدي الفاضل، موضوع الخصم النقاط وموضوع ايقاف القيد لثلاث فترات، هل في جديد؟ السؤال معلش؟ هل في جديد؟ زي ما انا قلت لحضرتك احنا الزمالك عنده الشهر الجاي دوت في ثلاث قضايا لازم يتم حل الموضوع مع الطرف الاخر. موضوع سبورتنج لشبونه بتاع شيكابالا، موضوع ماريتيمو بتاع محمد ابراهيم، موضوع جوريس. الثلاثه دول لازم يتم الفصل فيهم، دفع المبالغ والتسويه مع الطرف الثاني. لو ما ده ما حصلش هيتم اول حاجه خصم 6 نقاط في ملف شيكابالا، الوقف لثلاث فترات في موضوع محمد ابراهيم، الهبوط للدرجه الثانيه في حاله عدم تنفيذ العقوبات دي. يعني الزمالك لو ما نفذش اللي هو ما سددش فلوس هيهبط للدرجه الثانيه. اول حاجه هيبقى يتخصم منه 6 نقاط، بعد كده هيهبط للدرجه الثانيه. ده في حاله عدم انه ما يكونش في اي اكشن من لجنه نادي الزمالك او المسؤول عن ملف نادي الزمالك. لازم يتم تسويه الامر، سداد الفلوس يا استاذ عبد الناصر، ما فيش اي حل تاني.
طيب حد بيقول لك برضه المحكمة الفدرالية مش جهة اختصاص، ليه الزمالك بيروح لها مش تبع الفيفا؟ اقول لحضرتك الزمالك دلوقتي بيحاول في اي يعني في اي جانب من جوانب اي رواق من الارواق الاتحاد الدولي انه يمد فترة الحكم. يعني انا دلوقتي اديني مهلة، يعني هي مش هو مش هيتدخل، هيقول له بص، هيرد عليه بعدها ب 10 ايام ويقول له انا مش جهة اختصاص، فكده الزمالك كسب وقت مش اكتر ولا اقل يعني. لكن هو مش جهة اختصاص فعلا زي ما هو المشاهد الكريم عنده حق، بس هو هيبعت له هيطعن عنده، هيقول له انا مش جهه اختصاص، ده وقت بالنسبه للنادي الزمالك وده الوتيره اللي بيلعب عليها نادي الزمالك حاليا يعني. تمام. يعني مثلا انا دلوقتي انا عندي مشكله جنائيه هروح اقدم فيها في المحكمه الاقتصاديه، هترد عليا بعد 10 ايام تقول لي انا مش جهه اختصاص، فانا كسبت وقت. فهمت يعني ادي كل الحكايه في اتفضل. بيدور على اي وقت لغايه ما تتعمل الانتخابات. ده صحيح، زي ما في المماطله اللي حاصله في موضوع مرتضى منصور لغايه ما يعدي يوم 23 والحكم بتاعه يبقى كأن لم يكن. صحيح. ماشي. طيب في بيان الزمالك النهارده الخاص بارض اكتوبر قبل ما اسيبك وشكرا. هقول لحضرتك لجنه نادي الزمالك شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرت وزاره الاسكان وشكرت محافظه الجيزه على السماح الثلاث جهات بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وافقوا نادي الزمالك انهم يدوا لهم الفتره للعمل في ارض اكتوبر. نادي الزمالك استلم الارض وقال ان هو شغال فيها، بس نادي الزمالك ما عملش فيها اي حاجه وده مخالف للوائح والقوانين بتاعه محافظه الجيزه. تمام. فهو ده حاجة كده زي من هنقول ان هي من روح القانون شوية، ان المحافظة ورئيس بقرار من رئيس الجمهورية اصلا يعني بمد الزمالك بوقت اضافي انه يشتغل في ارض الجيزة قبل السحب، لانها ممكن الارض دي تسحب منه. وخلي بالكم يا جماعة ده شيء كويس، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه هو اللي صدر قرار جمهوري بشأن استاد النادي الاهلي في زايد، وهو صدر قرار جمهوري بانه زود الارتفاعات علشان استاد الاهلي يتبني، وعلى نفس المنوال الرئيس اصدر قرار بمنح الزمالك 5 سنوات اضافيه في ارض اكتوبر. فالدوله في هذا الموضوع لا تقصر ابدا، لانك انت قدام كيان كبير الاهلي والزمالك، ولولا تدخل الرئيس في موضوع استاد الاهلي ما كان تم. وقانونيا كانت الارض المفروض تسحب من نادي الزمالك، بس دلوقتي تدخل الرئيس بنوع من اللي هو بيتكلم فيه برضه روح القانون شويه، انه نادي الزمالك نادي كيان كبير فبيحاول برضه يساعده بما لا يخل بالقوانين والاعراف. والحمد لله كنا اول ناس اتكلمنا عن اهدار المال العام في ارض 6 اكتوبر، والبيان والنهارده البيان بيوضح. يا ريت لو معاك البيان تقراهولنا يا علي. حالا يا فندم، ثانيه واحده. يا ريت لو معاك البيان تقراهولنا. وجاءني الآن يا جماعة نتيجة انتخابات نادي المنيا، جاءني الآن نتيجة انتخابات نادي المنيا، بس بعد ما علي يقرأ البيان. نتيجة انتخابات نادي المنيا للي بعت يسأل جبناها لحضراتكم كلها بالكامل بخصوص نادي المنيا. قبل ما اقرا البيان النهارده، احمد سيد زيزو كان موجود في انتخابات نادي المنيا بيدعم احد بيدعم، انا مش هقدر اقول اسم المرشح ده طبعا يا عم بس هو كان موجود النهارده متواجد في نادي المنيا. بيدعم ابوه بيدعم ابوه، ابوه كان نازل امين صندوق وسقط. ما انا عشان ابوه سقط هنعمل له ايه؟ صح. احنا هقول النتائج بالتفاصيل، اتفضل. هنقرا البيان اسمه عبد الناصر. نقرا اسم عبد الناصر؟ اتفضل. أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا يتقدمون فيه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بمنح النادي مهلة إضافية للقيام بأعمال الإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض المخصصة للنادي بحدائق أكتوبر. وجاء نص البيان كالتالي: رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالأصالة عن أنفسهم وباسم 91,000 أسرة من الأعضاء العاملين وعشرات الملايين من محبي ومنتسبي النادي يتقدمون بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته السامية لمنح نادي الزمالك مدة 2 كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينة حدائق أكتوبر، وإذ يعرب الجميع عن عظيم الامتنان لتلك التوجيهات والاستجابة الكريمة لمناشداتنا كعهدنا في فخامة الرئيس أن يتولى كل العناية لصوت المواطنين في كل مكان بما يزرع الأمل في النفوس ويخلق دوافع العمل الجاد المثمر، كما تأتي ترسيخا لسياسة ثابتة ومستمرة تقوم على إدراك وفهم عميق لقضايا الوطن
ومن ذلك أهمية الدور الاجتماعي والرياضي الذي يجب أن تتطلع به الأندية الرياضية ويتعاهدون سيادته على بذل كل الجهود لمواكبة إنجازاته وخططه الطموحة والرائدة للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مصر الحديثة. حفظ الله مصر. ده البيان يا جماعة. عندك أي أخبار تاني؟ لا، إن شاء الله يا رب نكون كفينا ووفينا يا رب. أشكرك شكرا جزيلا. العفو يا فندم. شكرا. مع السلامة.